واحد بيقول هل يجوز للكاهن الموقوف قبول الاعترافات؟ في الحقيقة وقف الكاهن ينقسم الى نوعين، اما ايقاف عن سر معين من اسرار الكنيسة او ايقافا كاملا عن الكهنوت جملة. فجايز مثلا انسان بيخطئ بالنسبة للاعتراف، اي خطأ، افرض افشى سر اعتراف، افرض ارشاده غلط، اي حاجة، فالاسقف ربما يوقفه عن سر الاعتراف فقط ويبقى كاهنا في باقي الامور. زي مثلا انسان جايز يخطئ في سر الزواج، يعمل خطوبة غلط، يتصرف تصرف ضد قوانين الكنيسة، فربما الاسقف يوقفه عن سر الزواج فقط ويبقى كهنوته في باقي الاسرار. اما الايقاف الكامل فلا يجوز له ان يصلي اي سر من اسرار الكنيسة، يعني لا يمارس اي سر، لا معمودية ولا ميرون ولا اعتراف ولا قداس ولا سر زواج ولا مسحة مرضى ولا حاجة ابدا. ده الايقاف الكامل يعني.